فإن دعوة أهل السنة، دعوة أهل الحديث، دعوة السلفيين، دعوة أهل الأثر تقوم على التربية والتصفية. قد يكون هذا ليس من موالاة الكفار ظاهرا، لكن من فعله فإن في قلبه من تعظيم الكفار ما ينافي الإيمان أو كمال الإيمان. والواجب علينا نحن المسلمين أن نقاطع مثل هذه الألبسة وأن لا نشتريها. وفيما أحل الله لنا من الألبسة شيء كثير، لأننا إذا أخذنا بهذه الألبسة صار فيها عز للكفار، حيث كنا نفتخر أن تكون صورهم أو أسماؤهم ملبوسا لنا، هم يفتخرون بهذا ويرون هذا من إعزازهم وإكرامهم. وثانيا أنهم يسلبون أموالنا بهذه الألبسة، مصانعهم حامية وجيوبنا منفتحة لبذل الدراهم لهم، وهذا خطأ. الآن لو أنك ذهبت إلى بعض البيوت لوجدت المرأة عندها أكثر من 20 ثوبا، كلما ظهرت موضة اشترتها. وكذلك بالنسبة للاعبين، والذي أشير به على إخواننا هؤلاء أن يقاطعوا هذه الألبسة نهائيا، وأن يكتفوا بالألبسة التي تفصل هنا على الطراز الإسلامي الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.